بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، المحاسب على القليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتجاوز بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الإخوة والأخوات المشاهدون لقناة طيبة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج رياض الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ورجل أعطاه الله من المال ما وسع عليه من المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه البخاري ومسلم. شوفوا أن الثلاثة أعمال دي من أعظم الأعمال في الإسلام، الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال في الإسلام. نمرة 2 تعلم العلم وحفظ القرآن وتعليمه للناس من أعظم الأعمال. نمرة 3 الإنفاق في سبيل الله من أعظم الأعمال. لكن الثلاثة ديل كان لو كانوا أخلص النية لله كان يوم القيامة يكون في أعلى درجات الجنان، لكن سكنوا في نار جهنم. السبب شنو؟ السبب النية ما كانت خالصة لله، شهرة أي رياء، سمعة، ما كان في قلوب الناس، ضيعوا نفسهم وسكنوا نار جهنم. يبقى الحديث ده يعني حديث خطير وخطير جدا، ولذلك مطلوب من كل مسلم عنده واحدة من الثلاثة ديلة: المجاهد والعالم وحافظ القرآن والبيوعظ الناس يرشد الناس والبيصدق من ماله، يحرص كل الحرص على مجاهدة نفسه وجبرها وقهرها على الإخلاص لله، على إنه لو فرط هيكون مع الجماعة دي في نار جهنم. يبقى لذلك الإخلاص ده ركن مهم جدا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجعل عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. من يرائي رائي الله به يعني بيسهر عمله الصالح للناس رجاء وشكر الناس وثناء الناس، ربنا يفضح يكشف امره. ومن يسمع يسمع الله به، الزول بيسمع عمله بالناس: انا سويته وانا سويت، برضه ربنا يفضح يوم القيامه يسمع به. يبقى ولذلك مطلوب نحن نحرص كل الحرص ان يكون عملنا خالص لله. ونتذكر الآية دي، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجاء عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أقف المواقف أريد وجه الله وأريد مكاني من الناس،
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الآية، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربنا ما بيقبل من العمل فيه شراكة خالص، ما بيقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ومطلوب من المسلم أي عمل صالح تعمله أبدأه بنية خالصة لله، وأثناء ما بتأدي العمل حافظ على النية دي، لأن مرات الزول يبدأ العمل بالنية خالصة لله لكن أثناء العمل يدخل عليه الرياء. لا، أبدأه بنية خالصة لله، وإنت بتأدي في العمل ده أحرص على إنك تحافظ على النية الخالصة، وبعد ما انتهيت من العمل تحافظ على النية دي، ما تتحدث بعملك ده إلا لأمر ضروري جدا. أي ما تقول أنا قاعد أقوم الليل، قاعد أصلي بالليل، أنا اديت مع فلان، أنا بعمل أنا وأنا وأنا، تشكر نفسك. لا، خلي سر بينك وبين ربك، وتعوذ بالله من الرياء، قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه. يبقى العمل، ولذلك العلماء قالوا أعز عمل على النفس هو الإخلاص، لأنه زي الإخلاص ده زي الريادة، زي شدرة المسكيت تقطع من فوق تجي تبتك تاني، تحفر تقطع فروعها كلها تبتك تاني، إلا تحفر حفرة غريقة تقلع من عريقة حتى أنت موت قبلها. يبقى لذلك ما بتحتاج لموي، تقوم في الصحراء القاح اللي تلقاها مخدرة وما فيها منفع، شوكة مضر، وهي ما بتاكل ورقة وما لها منفعة خالص ومضرة. كذلك الرياء ما فيه فايدة، ما فيه منفعة، لأن الزول البرائي بعمله، الزول السامع ما بيستفيد منه، لأن العلماء قالوا العمل الصالح لما يطلع بنية خالصة لله من القلب يمشي لموازيه من القلب، السامع يتأثر به. أما إذا كان طلع من الخشم يمشي لموازيه من الخشم اللي هو اللضان، واللضان في فتحة تانية يطلع بيها، يبقى ما بيستفيد منه. العمل الصالح بيستفيد منه الخالص لله، يستفيد منه الزول السامع. يبقى نكرر نصيحتنا لإخواننا إنه أي عمل صالح تبدأه بنية خالصة لله تبارك وتعالى، وتحافظ عليه إنه ما يدخل عليه شيء من الرياء، لأن الرياء محبط للعمل. قال تعالى: وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنخلص عملنا لله، وأي عمل تبداه أعمل بنية خالصة لله، وقل أنا أعمل العمل ده إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرض علي، احتسابا بأن دير الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. عملت كده ربنا يديك الأجر والثواب العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآت الزكاة، فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. من فارق الدنيا، يعني زول ده لما جاء موت كان في الدنيا دي كان مخلص إخلاص لله بجميع أعماله. من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة، أدى الصلاة على الوجه الأكمل، وأقام الصلاة، وآت الزكاة، فارقها والله عنه راض. وبرضو جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أي من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. المنية معناته الموت، يعني يا مسلم أنت دار ربنا نجيك من النار يوم الغيم دخلك الجنة، أحرص كل الحرص لما يجيك الموت يلقاك أنت مؤمن إيمان راسخ بالله ورسوله، وأي عمل صالح تعمل بنية خالصة لله. نسأل الله أن يوفقنا للإخلاص وأن يصرف عنا الرياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.